فتحي نصير أسطورة كروية في عالم اكتشاف المواهب. لما بنقول كلمة مكتشف النجوم كتير مننا بيشوف إنها مهنة خارج الأضواء، لأن الاهتمام الكبير بيكون بالنجم قبل صناعة الموهبة اللي بتاخد جهد كبير جدا من صاحبها. ضيفنا هو واحد من أهم وأكبر صناع النجوم في الكرة المصرية. فتحي نصير أصغر مدرب كرة قدم في تاريخ الدوري المصري، وده كان بسبب إصابة ممكن تبدو بسيطة لينا في الأيام دي، لكنها كانت كفيلة لنهاية مسير الكثير من اللاعبين في ذاك الزمان. ولد فتحي نصير في عام 1948 وبدأ مسيرته في صفوف أجبال النادي الأهلي، لكن الإصابة لم ترحم ابن 19 عاما اللي تعرض لقطع في غضروف الركبة عام 1967، وهي إصابة خطيرة وقتها فعلاجها يحتاج إلى عاما أو أكثر لتأخر الطب وقتها. وهنا كانت النقطة الفاصلة في حياة نصير. بعد استشارة عدة أطباء نصح عبد صالح الوحش مدرب الشياطين الحمر نصير بالاعتزال والاتجاه إلى مجال التدريب. قرار الاعتزال كان صعب على نصير، لكنه بدأ على طول مسيرته في مجال التدريب كمدرب للناشئين في الأهلي تحت قيادة مصطفى حسين أبو الأجبال، وهو في عمر 21 عاما أصبح مدربا لفريق الشباب ليكون أصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية. إصابة نصير جعلته حريصا على مساعدة المواهب للخروج للنور، وكان صاحب عين صائبة. انتقط عدد كبير من المواهب من بين الألاف، غالبيتهم أصبحوا أساطيرا نتحدث عنهم اليوم، على رأسهم الخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل وعبد العزيز عبد الشافي وإكرامي وغيرهم كتير من نجوم وأساطير الكرة المصرية. نصير كمان هو المدرب المصري الوحيد اللي تولى القيادة الفنية للأهلي ومنتخب مصر في وقت واحد، ده بجانب عمله كمستشار فني لاتحاد الكرة قبل سنوات وخبير فني بالاتحاد العماني لكرة القدم حتى عام 2018، ليظل فتحي نصير أسطورة كروية في عالم اكتشاف المواهب. نورنا النهاردة في أول بقى أيام السيزن الجديد للبرنامج نجم وأسطورة كروية، يعني مشواره كمان كلاعب كان يمكن قصير بسبب الإصابة، لكن قدر إن هو يعوض ده في التدريب وكمان اكتشاف المواهب الكروية اللي منها يعني رموز عظيمة جدا. هنحكي في كل ده وهنقول لحضراتكم بالظبط مين اللي كابتن يعني فتحي نصير اللي منورنا النهاردة والنوستالجيا كان السبب إن هو ينضم للنادي الأهلي. بجد أسامي كبيرة جدا، على خلال إن شاء الله الفقرة هنعرف ده من كابتن فتحي. صباح الفل ومنورنا ومبسوطه ان حضرتك معانا بجد في اول حلقه في سيزن الجديد. انا سعيد وكل سنه طيبين ومبروك على الاستوديو الجديد. الله يبارك حضرتك، نورت ونورت البرنامج. الله يخليك. طبعا احنا عندنا ملفات متعدده نتكلم مع حضرتك فيها. كل عنوان منهم على حده عايز له يجي حلقه، يعني يكفي التفصيله اللي هواند اتكلمت فيها واثرت اكيد. انا ما رضيتش اقول الاسامي. هنعرف خش بقى بالاسامي كده. طيب خلينا نبدا فعلا بالنقطه دي كابتن فتحي. وحضرتك كنت سبب في اكتشاف يعني اسماء لمعت بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، يمكن منهم كابتن محمود الخطيب، صح كده؟ خلينا نعرف بقى الكواليس اكتر. طب تسمحوا لي برضو في الاول يعني لمحه، انا يعني اتشرف ان انا اكون ابن من ابناء النادي الاهلي، واتشرف ان اكون عضو فاعل كان ليا دور في ولا زال في طبعا النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه يعني بسعد وبتشرف بيها، واللي يثبت لنا النهارده الخبر اللي انتوا قلتوه صبح على الاستاذ العامر فاروق دلاله على ان النادي الاهلي في الانتخابات نادي مؤسسي، نادي قانوني، نادي يعرف الاصول، نادي يعرف الصح، نادي يعرف المبادئ، نادي يعرف كل شيء ما هو بالقانون. وقد كانت صحيح الهفوه اللي حصلت بان هو بعد عن يعني مجلس الاداره انه ما يحضرش مجلس الاداره، طبعا هو بقلبه كان جوه مجلس الاداره وهو مع كل المجموعه ومعانا وكل حاجه، هي اتاخرت مثلا شهر ولا حاجه، بس لكن ده يصح الا صحيح في نهايه المطاف، لكن ده اختبار لمؤسسة الأهلي إن إزاي تتصرف في مثل هذه المواقف، ودعم أبناء، فده نجاح لمجلس إدارة النادي الأهلي. طب فأنا بهني النادي الأهلي، مش بهني العامر فاروق، بهني النادي الأهلي بمبادئه بأسلوبه بحضرته بالأسلوب اللي هو عمله بالطريق اللي هو عمله
ان هو ازاي يرجع الحق لاصحابه. صحيح. وفعلا لولا الحق دي بتبين لنا من اول السنه كده من 2022 ان احنا بنشتغل على ميه بيضاء. حلو ده. كالعاده. طيب خلينا نخش للتفاصيل. نيجي وانا ذكرت اسم كابتن خطيب فخلينا نعرف بقى. يعني انا هقول حاجه، يعني نقول 55 سنه في النادي الاهلي من يوم الاصابه، قبلها كمان 5 سنين، يعني نقول 60 سنه كتير للنادي الاهلي. يعني انا كنت في النادي الاهلي وانا عندي سنه. اكيد. لا قصه طبعا كابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي، الناس اللي هي يعني ما في حاجات كتير لا زالت ما اتعرفتش عن محمود خطيب، فرصه نعرفهم للمشاهدين. فهو يعني لغايه دلوقتي انا طبعا مش الخطيب، هناخده نموذج من مجموعه الكواكب والنجوم طبعاً اللي قدمتها للنادي الاهلي، كابتن مصطفى عبده وغيرهم كتير، وكل مجموعه ويعني مجموعه يعني لا يعني بالعشرات، مش بالواحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لكن هو ناخده كنموذج لنا وهو نموذج لهم وهو ممثل لهم بصفه ان هو دلوقتي رئيس النادي الاهلي. طيب محمود الخطيب كان، كنا في الثانويه الرياضيه وكنت انا رئيس قسم الكوره في الثانويه الرياضيه، وبنعمل اختبارات للاعيبه، كان زمان الثانويه الرياضيه دي الحقيقيه اللي هي بعد الاعداديه يقعدوا 3 سنين يدرسوا ويتدربوا ويتعلموا وكل حاجه بس يكونوا مميزين رياضيا. فطبعا بنختار في العدد ده كله كل سنه بنختار 18 واحد، و18 واحد دولت هم يبقوا فصل واحد في المدرسه. فال18 دول فصل متفوقين رياضيين؟ لا كلهم، لا ده هي ما انا في كره سله وفي كره طايره وفي مثلا جمباز، في كل جميع الرياضات المتفوقين فعلا متميزين كل ابطال. فهو كنا بنعمل له دايره زي الترابيزه الموجوده دي، وكل واحد بيبقى كنترول بالكره بتاعته في الهواء لك دقيقه، وتعد لنفسك عشان يبقى اختبار موضوعي، تعد لنفسك انت كام عده جبتها. واحد جاب 10 في الدقيقه، واحد جاب 20، واحد الكره تقع منه يروح يجيبها ويجي. ما هو لما يروح يجيبها ويجي هيضيع وقت طبعا، يبقى عدد هيقل اكيد. هو الكره ما نزلتش من عند كتافه ما شاء الله، من دماغه لكتافه ما نزلتش الكره بالوضع ده. فبالتالي هو كان عنده كام سنه كابتن فتحي؟ كان في الوقت ده عنده 15 سنه. ف انا اول ما شفت كده قلت له تعالى اقعد هنا خلاص. ده من حسن حظنا كلنا ان حضرتك عملت كده. يعني فهو بعد شويه وكملت بقى الاختبار للمجموعه اللي كانوا بيشتغلوا كل 4 مع بعض. فهم بقى 3 اللي بيشتغلوا، فكل شويه يقول لي اقوم، اقول له لا خليك بس نشوف دول عشان نركز على الثلاثه. ده خلاص انتهى. مش انتهى ان هو جايب واسطه ولا جايب مش عارف زي، لا جايب ده مهارات. هو جاي اصل اصعب حاجه، ما انت بتحلل بقى طبعا. ضرب الكره بالراس دي من المهارات الصعبه لانها عايزه احساس الدماغ بالجلد، بالدماغ، العين المفتوحه، لمسه الكره، كل دي عضلي عصبي مركبه جدا. ازاي الرقبه تشتغل، ازاي هنا تشتغل، مساحه تشتغل، محدود بمساحه انه ما يتحركش. فدي صعبه جدا طبعا. صعب المدرب يعلم يعني مهاره ضرب كره الراس من المهارات الصعبه زي مهارات التسديد بالظبط. فهو خلاص عمل حاجه صعبه يعني عشان نعلمها له الكلام ده، طب ما هو الباقيين ليه ما بيعملوش الكلام ده؟ اذا هم ما فيش. قعد يتنقل بعد كده يجي الاختبار اللي بعديه، كان هم 5 اختبارات. ده قعد يجي اقول له قوم يا كابتن، اقول له لا خليك قاعد اكمل باقي. لا انت مفروغ منك، انت مفروغ منك. ما انا مش هتقول. فاللي جنبه بيقول له هو انت ما عندكش واسطه؟ قال له لا. قال له لا ده بتاع النادي الاهلي ده، هو لو حد من النادي الاهلي يكلمه. قال له انا لا ما عنديش. ده بيقولوا على مين؟ بيقولوا عليا انا بقى. انا سامعهم بيكلموا. بيدوروا له على واسطه عشان يقعدوه برضه جنب كابتن خطيب. بيقول له طب انت يعني ما، قال له ده، قال له ما جبتش حد؟ قال له لا انا ما جبتش حد. فراح جاي للتاني قال بيقول له قوم، قلت له لا. فالتاني سامعه انا بقى رامي ودني معاه، فبيقول له مش انا قلت لك مش هتقوم؟ فعلا لغايه اخر الاختبارات. وبعدين راح جاي مخلص وخلصنا الاختبارات وطلعنا وبنكتب الورقه بالاسماء اللي نجحوا النهارده على اساس يروحوا بعد كده يكملوا اوراقهم والحاجات دي.
فاحنا قاعدين في المكتب لقيت واحد بيخبط عليا على الباب واحنا قاعدين مدربين، بيقول يا كابتن عثمان انا لقيت اسم مكتوب بره وانتوا بتقولوا اسماء الناجحين. قلت له طب خلاص فيها صعبه دي ولا ايه؟ مش دولت اسماء الناجحين اللي عليهم استكمال اوراق؟ قال لي طب بس انا ما كملتش الاختبارات. قلت له اختبارات ايه؟ انت مش محتاج. قلت له انت مش عملت ضرب الكره بالراس كذا كذا؟ قال لي اه والباقي ما عملتوش. قلت له معلش. قال لي بس اسمي موجود. قلت له مش اسمك محمود ابراهيم ابراهيم عبد الرازق الخطيب 1930 10 1954؟ مش ده هو اسمك وتاريخ ميلادك؟ قال لي اه. قلت له خلاص يبقى انت اللي نجحت. فهو مشي هو فاهم العكس ان هو ما كملش الاختبارات ان هو مش كويس. فاكر دلوقتي المستقيم. قلت له لا ناجحين. فالمهم راح وجي بعد كده اختبر وكملنا معاه. بقى في الثانويه الرياضيه كان معانا بقى في الثانويه الرياضيه في الفتره دي كان زيزو، كان في اكرامي، كان في مصطفى عبده، كان في من الزمالك كان في فاروق جعفر، كان في الخواجه، كان في غنم سلطان. اسامي كبيره جدا. يعني كل الاسماء دي. فلقيته بنلعب بقى نروح احنا خميس وجمعه اللعيبه بتروح بيوتها وتلعب في النادي وترجع تاني في الثانويه الرياضيه فيها اقامه كامله طول اليوم تدريب الصبح ثم دراسه ثم التدريبات الحاجات اللي بعده. فكان وقتها الحرب الكلام ده في سنه 70. طبعا ما كانش فيه كوره وكانت الكوره بس المنتخب الشباب والناشئين اللي هم موجودين دول. فالجرايد بتكتب وسجل اهداف الاهلي فلان وسجل اهداف الزمالك فلان. فطبعا سجل اهداف الاسماعيلي مثلا اسامه خليل. هو مش مكتوب بيلعب في نادي النصر. ما حدش كاتب عنه حاجه. فبدا الشباب الغيره اللي هي من جوه الغيره السليمه. في غيره فاسده صحيه وفي غيره غير صحيه. فبدا هو يعني يتضايق. هو في نادي النصر هو احسن منهم كلهم. انا نفسي اخده الاهلي بس عايزه يجي من داخله ان هو بحب النادي الاهلي. مش زي دلوقتي العقود بتيجي الفلوس اللي يدفع اكتر يجي. طبعا هنا اللي يعني الدولار او الجنيه او الحاجه دي هو الفيصل في ان نادي لاعب يروح في حته بغض الا يعني ما ندر يعني. لكن هو هو فوجئت بيه ان هو نفسه اتفضل محمود الخطيب بيقول يا كابتن انا عايز اروح النادي الاهلي. فانا فرحت. انت مستني الجمله دي؟ ايوه منه. انا عايزها تيجي منه. ما هو ممكن يروح يقول الزمالك. ما هو ده حلم اي حد يعني. ايوه بس انا مش عايز اجيب حد النادي الاهلي. ما هو ما يروح الزمالك. ما يروح اي نادي تاني. ما يروح اسماعيلي. فكره ان يبقى عنده انتماء او محبه للنادي بعيد. اسماعيلي كان اياميها كمان بطوله افريقيا واخدها اللي هي اول بطوله لسنه 70 الانجبير. فاذا كان ممكن تطلعاته تروح في الحتت دي. طبعا. فانا عايز هو اللي تيجي منه يعني. فمن اليوم ده حسيت فعلا البني ادم ده فعلا ده النادي الاهلي اللي احنا شايفينه دلوقتي في محمود الخطيب. هي الكلمه دي اللي قالها لي يوميها ان انا جاي. ما مش قال لي هيدفعوا لي كام اصل النادي الثاني هيدفع لي اكتر. طب. النادي الثاني هيديني ايه؟ النادي الثاني هيلعبني. ده جاي بيقول انا عايز النادي الاهلي. قلت له روح النادي الاهلي. قلت له تعرف تروح؟ فقال لي اه في لعيبه هنا من النادي الاهلي هيروح هروح معاهم. قلت له خلاص يبقى روح معاهم. هو صغير بقى. قلت له روح معاهم هيختبروك هناك ولو لقوك كويس اكيد هياخدوك. فقال لي طب خلاص. المهم راح على هناك وانا بقى فرحان وقاعد بقى مستنيه فين في النادي الاهلي. طب شويه ولقيت واحد اسمه الله يرحمه حنبله جاي بيقول لي كابتن في واحد جاي من الثانويه الرياضيه. قلت له مين؟ قال لي بيقول اسمه قلت له ايه يا ابني اسمه ايه؟ قال لي اسمه قعد يفتكر اسمه. عايز اقوله عايز هو يعني. انا يكون حد تاني قول الاسم. فقال لي اللي بيخطئ. قلت له الخطيب. قال لي ايوه هو ده. فجالي قلت له هات فانيلا نمرة 10 واديها له. يا حضرتك اللي اخترت كمان من يوميها. ليه هو انت عارف واخواته 10 فهو معتز بيهم. كنت تعرف النقطه دي من قبل؟ انا اعرفها بقى في المدرسه لما هو كان في الثانويه الرياضيه. فدي من الحاجات دي بندرسها وبنبقى عارفينها وكده. فقلت له طب هات الفانيلا وده. فجاء قال لي
ايوه كابتن سلم عليا هختبر فيه. قلت له يا ابني تختبر ايه؟ تعال بقى انا اقول لك. انت جيت برجلك هنا؟ قال اه. قلت له انك انت بتحب النادي الاهلي، فانا عشان انت بتحب النادي الاهلي عايز اطلع دي من جواك، يعني ان انت اللي تقول هذا الكلام، مش ان انا اللي اجبرك واقول لك ده النادي الاهلي هنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك. فالحقيقه جه وخد الفانيله ومن يوميها لبس فانيله نمره 10 طبعا، ولعب في النادي الاهلي وبقى تاريخ مع الرقم ده وبقى موجود في النادي الاهلي. ده كلام محترم جدا. احنا لسه عايزين نكمل مع حضرتك، نعرف اكيد تفاصيل برضو اكتر، بس فاصل سريع، فاصل سريع جدا، وهنرجع نكمل مع حضراتكم كابتن فتحي نصير. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي، وضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا كابتن فتحي نصير، اللي الحقيقه دايما لا يخلو من القصص الجميله. كنا بندردش معانا ونهواند من شويه اثناء هذا الفاصل وسمعنا منه قصه لطيفه جدا جديره بان احنا يعني نسمعها لحضراتكم برضو، بتدل على هذا الكيان باصوله اللي بيراعيها بالاخلاقيات رموزه. وطبعا كلام على كابتن محمود الخطيب، ومعلش هنستسمع حضرتك برضو ايه نعرف الناس الموقف ده، وبرضو في رابط ما بين الاستاذ العابني فاروق وكابتن محمود الخطيب، والاساس اللي احنا عايزين نوضحه للناس فكره الاحترام. الاحترام والمبادئ، وكل واحد نظام مؤسسي، كل واحد عارف اصول وعارف ايه الصح. الكلام ده بيرجع لنا في سنه 98، كان مباراه بين النادي الاهلي وفي نهائي دوره الوحده الكرويه، وكان البعثه موجوده برئاسه السيد العامري فاروق تمام كمثل النادي الاهلي تمام. الخطيب جاي هو برضه في التحدي في النادي، يعني الوقت ده امين صندوق، فكان في رحله علاج في فرنسا وبيكلمني بالتليفون دايما احنا على تواصل. قلت له النهارده في مباراه بعد بكره جايه حلوه النادي الاهلي وبيلعب كذا، ما تيجي وتشوفه تقضي يومين بعد رحله العلاج دي وتقدر تغير. قال لي طبعا يا كابتن انا يعني هغير الرحله وهجي لك واستقبلناه وعملناه وكل حاجه وكل الامور، ونختصر وجه وحضر المباراه. تمام، حضرنا المباراه والنادي الاهلي فاز يوميها. المهم واحنا بين الشوطين فوجئت ان المندوب او ممثل الشخص اللي الشيخ سعيد بن زايد ابن الشيخ زايد رئيس نادي الوحده جاي بيقول كابتن عاوزين الكابتن محمود الخطيب بس عشان الشيخ عاوز يسلم عليه. والشيخ قاعد فوق في مقصوره خاصه كده بإزاز، واحنا قاعدين في المقصوره الرئيسيه بس دي مقصوره خاصه بتاع الشيوخ. طبعا بقول له يا بيبو في كذا كذا كذا. قال لي يا كابتن لا مش هقدر اطلع. قلت له الشيخ ابن الشيخ زايد. قال لي لا مش انا رئيس البعثه، رئيس البعثه العامري فاروق. قال لي يعني، قال لي لو هو عايز يروح انا جاي ضيف، انا الرسمي بتاع البعثه ده العامري فاروق. فقلت للمندوب اصل كذا كذا كذا، فقال طب خلاص تطلعوا هما الاثنين. فقال له برضه انا مش هطلع. قلت له ليه؟ قال لي لان عشان يطلع لازم السفير. الله، السفير موجود، كان السفير افتكر لما سيب الخير فهمي فايد سفير جمهوريه مصر العربيه في الامارات موجود. قال ده صفه رسميه ما نقدرش نسيبه ونروح نيجي نسلم وكده. فقال له كده انا مش هقدر استقبلكم لان هو قاعد فوق بشورت وفانيلا، فلو لابس شورت وفانيلا ما يقدرش يقابل طبعاً. أي السفير بصفه رسميه طبعاً. لازم بالغطره والعجال والمش عارف ايه والحاجات دي، البروتوكولات دي. لكن شوف بقى الحب والاحترام، راح طالب اخوه الثاني الشيخ طحنون اللي هو معاه في النادي قال له البس غطره وقال له تعالى عشان تقابل بعثه الاهلي وتسلم على الخطيب وتعتذر له على اساس ان احنا ما قابلناهوش وتقابل والسفير موجود معاهم. واحترام متبادل الحقيقه. فشوف ازاي ادى احترام طبعا وفهمه يعني ايه الاصول بادب. احنا اي حد تاني ابن الشيخ يعني ابن الشيخ زايد والشيخ زايد في حياته وبتاعه وكده قبل ما حضرتك تكون خلصت الجمله هو قاعد معاه في المقصور. الله كله لكن ده قال له لا ما اقدرش، ده في رئيس بعثه اللي هو العمري فاروق، ويمكن العمري ما يعني دلوقتي يمكن ما اعرفش القصه دي. يعني انا بقولها ولا اول مره، انا والخطيب بس اللي نعرفها. هو يمكن سياده النائب او نائب الرئيس دلوقتي ما يعرفش، عارف يما ان الخطيب ما رضاش يطلع الا لما يطلع مع العمري، ولما جم قالوا طب اطلعوا انتوا الاثنين قالوا لا ما اقدرش لان فيه
سفير وما نقدرش نسر بالسفير. حاجه محترمه جدا. دي مبادئ، دي مبادئ النادي الاهلي على الارض يعني. أيوة. زي ما احنا بنتكلم نادي الاهلي نادي المبادئ، هي مش شعارات احنا بنقولها او بن يعني بنربطها بينا، لا انت على الارض بتتبع ده. فيعني لا فعلا حاجه من 25 سنه. 25 سنه تخيلي حاجه من 25 سنه. طب احنا عايزين بقى نرجع بحضرتك لما هو ابعد من 25 سنه. واحنا دلوقتي قاعدين في حضره ابو الاشبال كما حضرتك يعني ملقب بهذا اللقب المعروف، عايزين نعرف بقى ابو الاشبال هو شخصيا ايه ذكرياته لما كان ضمن اشبال النادي الاهلي؟ لا كان بيدربنا طبعا الكابتن الله يرحمه كامل مسعود، كان بيدربنا كابتن مصطفى حسين، وبعدين كنا احنا يعني فرقه الاشبال في النادي الكلام ده في 57 58. ولما اشتغلت انا بقى معاه مع كابتن مصطفى وفي بطولات الناشئين، وطبعا في الخمسينات دي ما كانش لسه الاهتمام بكره القدم زي الاهتمام دلوقتي. كان كل اللي ماسك الفرقه اتنين يعني، الكابتن كامل مسعود الله يرحمه والكابتن مصطفى حسين، هما الاثنين بيشكلوا الجهاز الفني كامل كله بتاع القطاع كله. وبعدين حتى لما اصبت والكابتن عبد الصالح كان استاذي في كليه التربيه الرياضيه، وكان قال لي لا انت كده مش هتكمل وما تتصدمش، انت هتسبق جيلك ابدا تدريب. وقال للكابتن مصطفى نخلي ايه ناخد فتحي بقى معانا عشان يساعدك وكده، انت لوحدك تحت. فكنت انا كان الكابتن كامل كبر وبقاش قادر، فبقيت انا وهو الكابتن مصطفى ماسكين كل الفرق من مدرسه الكوره الصغيرين، ما كانش في مدرسه الكوره، كانوا الصغيرين دول الى ان وصلوا للسن الدرجه الاولى وكده. وتدرجت بقى طبعا من الناشئين للشباب للفرقه دي طبعا. الفرقه مثلا بتاعه الخطيب اللي هي الفرقه اللي بعتز بيها دي، فرقه كانت 18 سنه وكانت الكوره متوقفه اياميها، وقعدنا سنتين ما نخسرش مباراه ما شاء الله. في السنتين دخل فينا جول وتعادلنا ماتش، دخل فينا جول والجول اللي دخل فينا ما تخسرناش، ما احنا ما خسرناش يعني، مثلا النتيجه بقت 3-1 بس وتعادلنا مره واحده. الفريق الذي لم يهزم. صحيح. ومكتوبه كان الاعلام كده، كان اياميها بقى اللي هي بعد الحرب تسعه اللي هي ايه في 70 71. لما جه محمود الخطيب وجت المباراه الشهيره بتاعت اهلي وزمالك اللي كل الناس بيقول دلوقتي اعلى نسبه كانت 6-8، احنا كنا 7 يعني، كسبنا 7-1. وكان اياميها في الفتره دي الله يرحمه الكابتن صالح، والكابتن جوهري كان لسه جاي من الجيش بعد الحرب، قال له تعالى هفرجك على فرقه بتلعب كوره. فجم هما الاثنين وقعدوا وانا قعدنا في الملعب وفي استاد التتش المدرج مليان، لان النادي الاهلي كسبان البطوله من غير ملعب الماتش ده يعني، احنا كسبانين من غير ملعب. وبعدين الزمالك جاب اول جول، فطبعا شويه جمهور الزمالك قليل بس كان حب كله مختلط مع بعض مش زي دلوقتي يعني، جمهور الزمالك مع جمهور الاهلي وقاعدين ومترانين بس قليلين وقاعدين في النص، مفيش حواجز ولا فاصل ولا كده، لكن ايه يمنحهم الاحترام بينهم كده، ما كانش فيه هي دي الروح الطبيعيه. هي دي كانت الروح اياميها. وبعدين رحنا بادئين بعدها بعد الماتش يعني، في الماتش ده انتهى 7-1 وانا قاعد يعني بقيت هتجنن ان الكوره زي دي او ماتش زي ده يعني هيضيع مني وانا هيضيع البطوله. خطيب يوميها جاب 4 جوال ما شاء الله، وخد يعني من ضمن الحاجات. وطبعا اياميها كان زي ما قلت لحضرتك مفيش كوره انا هودي غير هي دي اعلى نسبه. فكسبنا 7-1 وخدنا البطوله، وطلع من الجيل ده مجموعه كبيره قوي يعني، راحت للدرجه الاولى وراحت للناشئين اللي هم كانوا معاهم قبل كده، كان في زيزو صفا طب حليم مصطفى عبده الجيل الاكبر بقى منه. كل دي كانت مجموعه لما قالوا ايه مدرسه الكوره او فريق التلامذه لما جه الشربيني خد المجموعه دي كلها ولمها. فكنت انا بدربهم في النادي الاهلي وفي نفس الوقت انا مدرب في منتخب مصر. واللي خدنا كانت سابقه جديده من نوعها في الوقت ده، لا حصلت حتى ما اتكررتش بعد كده، ما هي ما اتكررتش لان ما كانش فيه زمان فلوس. واللي خدني ادرب في منتخب مصر الله يرحمه الكابتن محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك، كان يعني سمع عني واتفرج وشاف وكده من اللعيبه اللي بيتكلموا عليه،
وكان هو في نفس الوقت نائب رئيس اتحاد الكرة، كان الرئيس نائب محمد أحمد، فهو جه قال لك تعالى معايا عشان تساعد الكابتن جدي، فريق أول على طول. فقعدت هناك واشتغلت معاه، اشتغلت 16 سنة في اتحاد الكرة و16 سنة في النادي الأهلي. الوقت الكرة ما تتوقف عشان هنعمل معسكر منتخب زي دلوقتي كده، أبقى أنا مع المنتخب. طب خلاص الكرة وقفت أرجع أشتغل مع النادي الاهلي. حضرتك اسم كبير كابتن فتحي، وده اللي احنا بنقوله. لا دي حقيقه يعني بصراحه، ولكن انا فاضل 3 دقايق عايز اروح مع حضرتك بقى لفكره هنا الاصابه اللي جات لك، لان عمر حضرتك في الملاعب ما كانش طويل، لكن المسيره كانت طويله طبعا لحد هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها. بس عايزه اروح مع ذكريات برضو الاصابه وشعور حضرتك وقتها كان ازاي، وتحكي لنا اكتر عن الفتره دي. هي فتره يعني هقول صعبه ومش صعبه طبعًا. بعد يعني بعد السنين يعني في ودني دلوقتي الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، استاذنا الفاضل مدربنا ورئيس النادي الاهلي السابق، لما قال لي انت خلاص مش هتلعب كوره فانت تروح تدرب. بس كانت ازاي على حضرتك لما سمعتها انت مش هتلعب كوره؟ دي وحشه، دي اكتر حاجه ممكن ان هي تضايق اي لاعب. ده هي اكتر حاجه بشعه يعني. ما هم اتنين قالوها لي، كابتن عبد الصالح وهيدي كوتي. هتقول طب ايه اللي جاب هيدي كوتي وانت كده بقيت مدرب؟ كابتن عبد الصالح قال لي انت مش هتلعب لان الاصابه حصلت في الركبه، وبعدين احنا دلوقتي الرباط الصليبي بيقعد 9 اشهر بالعلاج. احنا زمان لا في علاج ولا في طبعًا اي حاجه، طبعا غضروف ما فيش، طبعا حط رجلي في الجبس وابره عشان يسحب يعمل بذل دي يعني يشيل الورم اللي هو كده بالدم، ويرجع تاني يحط جبس ويرجع تاني، فالرجل خلاص انتهت تدمرت، فما بقتش يعني خلاص هعمل ايه؟ فقدر. وانا كنت همشي في التحكيم ودرست تحكيم وكده، لكن رحت اشتغل لما بدات في التدريب. وجيت بقى قصه نفس القصه اللي حرمني اكتر، انا اهو يعني مش هتلعب دوري لكن ممكن العب كوره. فانا بلعب في فريق الشمس، كنا عندنا في النادي فبنلعب فريق الشمس، فلاقيه واروح اخد دش وابدا اعد. كنت مع الفريق الاول مع هيدي كوتي، فهيدي كوتي لقى وش احمر وجاي وباخد دش، هو يتكلم عربي مكسر كده، قال لي ابنه انت في ايه؟ قلت له لا انا ولا حاجه، بغسل دش. بتاخد دش ليه؟ انت العب؟ قلت له انا العب. قلت له لا. قال لي لا انت العب مع يعني الشمس؟ قلت له قال لي انت مجنون؟ قلت له انا مجنون؟ ليه يا خواجه بتقول لي كده؟ قال لي انت ممكن كسوره رجل، انت ممكن مش درب خالص، لكن هم ممكن كسوره رجل هيروح يقعد في المكتب بتاعه ويشتغل. طب. يعني ان كل اللي بتلعب معاهم دول موظفين و اداريين يعني لا يعني ناس لهم اماكنهم مش عايزين صحتهم. لكن انت لو لعبت واتكسرت انت طبعا خلاص، لو اتكسرت يبقى مش هتدرب. هو الحقيقه كابتن فتحي يعني احنا يمكن كره القدم المصريه يعني خسرت حضرتك كلاعب، بس كسبتك كمدرب للنادي الاهلي وكابو اجبال النادي الاهلي ومدرب لمنتخب مصر في وقت من الاوقات. الحقيقه حضرتك يعني سيره وقيمه وقامه وتاريخ طويل اطول بكتير قوي من ان احنا نقدر نحصره في فقره واحده. فهي يعني يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر ان انت نورتنا في اول حلقه كريم. في يعني هي طبعا جديد. انا طورت نفسي برضه في كلمتين كده، ان ما اكتفيتش بالتدريب، ان انا بقيت محاضر في الاتحاد الافريقي ثم محاضر في الاتحاد الدولي ثم مراقب في الاتحاد الافريقي ثم مراقب في الاتحاد الدولي ثم منسق جنرال كوردينيت منسق عام بطولات امم افريقيا. المصري الوحيد او العربي الوحيد او الافريقي الوحيد اللي خد في 10 بطولات في بطولات افريقيا ان يبقى جنرال كوردينيتور، يعني ما فيش واحد على مستوى ال 54 دوله افريقيه او على مستوى مصر عمل جنرال كوردينيتور ل 10 بطولات افريقيه. عشان كده بنقول تاريخ وقيمه وقامه. نورتنا بوجود حضرتك معانا. ربنا يدي حضرتك الصحه كابتن فتحي وبالتوفيق في اللي جاي كمان، لسه المسيره لا تنتهي يعني. لا 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 كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله باذن الله. بشكرك انا وكريم، نشكر حضراتكم على متابعتنا وحلقه النهارده واول السيزون واول السنه خالص، يا رب تبقى سنه ناجحه علينا جميعا وعلى الاهلي اكيد. نشوفكم بكره ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي.